كيانو ريفز. لقد أصبح كيانو ريفز معشوق الإنترنت، سواء علم ذلك هو أو لم يعلم. والرائع في كيانو ليس فقط في أنه تعدى 54، ولكنه يبدو وكأنه في 34، ولكن تلك الشهرة التي يتمتع بها. رغم معروف عنه بأنه انطوائي ويميل للعزلة بحكم طبيعته الشخصية. وفي هذا الفيديو سوف نستكشف أسلوبه وحياته لكي نجيب على السؤال: لماذا هو بكل تلك هذه الشهرة ومحبوب بكل تلك هذه الدرجة؟ أولا وفي البداية يجب أن نعلم أن كيانو دائما ما يوجه الشكر والثناء إلى الآخرين، حتى وإن كان هذا الثناء موجه له هو شخصيا. ففي حفلات تسلم الجوائز نراه يخصص وقت طويل في توجيه الشكر والإعزاز للآخرين ممن شاركوه العمل. I am not here without working with such talented artists and people. Erwin, without all of what you did, I would not be here. So thank you. I am forever grateful. ونرى هنا إحدى المذيعات تتعجب من كيانو في كونه لا يقبل الإطراء، وكالعادة يقوم على الفور في توجيه هذا الثناء إلى الآخرين. You can't take and a compliment, anyway, can you? It was cool. I mean, to work with Angelica Houston and Halle Berry, Mark DeCasco. أما عن تلك المرات عندما لا يكون هناك أحد يوجه الشكر إليه، فنرى كيانو يظهر تلك السمة الرائعة في تحويل المجاملة إلى فكاهة. What is your secret for always staying down to earth? Well, I mean, gravity. وللتوضيح نستطيع أن نقول أنه ليس هناك ما يسمى التواضع الشديد. قد يظهر التواضع على أنه شيء مهين، مما قد يمنعه من الجلوس والتفاخر بإنجازاته. وكما قال سي إس لويس في مقولة شهيرة له: ليس الإهانة أن تفكر قليلا في نفسك، ولكن عندما تقلل من نفسك. إن أفضل الأفعال الكاريزمية والتي تزيد من جاذبيتك عندما تكون في موضع تتلقى فيه الإشادة وأنت لا ترغب فيها، هي أن تتقبل تلك الإشادة والمجاملة ولا تصدها تماما، بل بالعكس قابل الإشادة بشكر عميق، وبين للشخص المجامل أن كلامه مقبول جدا عندك، وبعدها تستطيع بسهولة أن توجه ذلك الشكر للآخرين. In Parabellum, part of the way that we've expanded is it more multiple people. الأمر الثاني الذي ربما سوف تلاحظه في كيانو هو أسلوبه الهادئ الذي يشبه أسلوب حكماء الزن عندما يتكلمون. فنراه يستخدم الصوت الهادئ والنبرات والتعبيرات العادية في كلامه، وتستطيع أن تفعل ذلك بأن تجعل المضمون في كلامك يخالف الأسلوب الهادئ بإضافة غلاف من الدعابة، كأن تقوم بإلقاء كلمة ساخرة قوية بنفس نبرة صوتك الهادئة. What does that mean to do your action as opposed to your stunt? Okay, so I'll do some fight scenes and then John Wick will get hit by a car and that's Jackson Spidell. هذا الطبع الهادئ لن يأتي لك بالكاريزما المطلوبة من تلقاء نفسه، كلا أبدا. فنحن نرى أن اللحظات الحماسية تمتلئ بالجاذبية الرائعة إذا ما جاءت من أشخاص معروف عنهم الهدوء والانطوائية، ولن تصدق كيف تجذب كلمتان بنبرة قوية وطويلة كل هذا الانتباه من المشاهدين. إلا أننا نعتقد أن الأسلوب الأكثر تأثيرا عند كيانو وهو ذلك الأسلوب الذي ننصحك دائما باستخدامه، وهو حركات يديه الحماسية. فنراه عندما يتحدث في موضوع يحب التحدث عنه كيف يستخدم يديه بكل ذلك الحماس بين التلويحات الكبيرة والصغيرة والتلويحات ما بينهما. أحد تلك الحركات الحماسية التي نراها مفضلة عند كيانو هي عندما يفرك كفيه في بعضهما، وهو يقوم بها دائما قبل أن يبدأ في سرد أي حكاية. إنها تعطي دائما الانطباع بأن أي شيء تالي سيكون شيقا ومثيرا. إنها خدعة بسيطة وذكية يمكنك أن تقوم بها عندما تبدأ في سرد قصتك. فإذا علمت أن فترات المحادثة الطويلة بدون اتصال للأعين تميل دائما إلى كسر الإنجذاب، فيجب أن تعلم أنها عادة لا ينصح بها دائما، ولكنها كانت أحد العلامات المثيرة للاهتمام والتي لاحظتها في كيانو. وعندما تابعته في مقابلة أخرى رأيته يأخذ فترات طويلة في الحديث دون النظر إلى أعين المحاور، ودائما ما يميل إلى النظر إلى أسفل وإلى اليمين. وهنا يجب أن أتوقف قليلا لأتحدث إليكم عن البرمجة اللاهوية العصبية. وحسب قواعد هذا العلم فإننا نعرف أن هناك ثلاثة أنظمة وأساليب من الاتصال نستخدمها في حياتنا اليومية والتي تساعد عقولنا في التفاعل مع الحياة الحسية من حولنا، وهي الأسلوب المرئي حيث ترى الصور تمر في خيالك،
والأسلوب السمعي حيث تسمع موسيقى مثلا، وهناك الأسلوب الحركي عندما تشعر بحركة الهواء تلامس وجهك مثلا. الناس في العموم تستعمل أحد هذه الأنظمة في أغلب الأوقات، وعليه فعندما تستعمل الرؤية فربما يظهر ذلك في صورة زيادة في سرعة كلامك، بحيث أنك دائما ما ترى صورا تمر في خيالك وليس إلا. ونعود عن ذلك بأن نعبر قليلا مثلا إني أرى ما تقصد بدون أن تقول إني أسمعك أو إني أشعر بك. وعندما تستعمل الصوت وتكون حينها في الأسلوب السمعي فإنك تميل إلى التفكير باستخدام الكلمات وليس الصور الذهنية، وتستخدم كلمات في التعبير عن أفكارك خاصة في الحوارات الطويلة، وعندها ربما تبدأ في استخدام نبرات أعلى وتصدر أصوات مختلفة. ولكن ما نرى في كيانو يحكي قصة أخرى، فإننا نرى الأسلوب الثالث وهو الأقل عند الناس في الاستخدام، وهو الأسلوب الحركي. فهو يحكي لك القصة من ناحية كيف أثرت عليه شعوريا أكثر من كيف نظر إليها أو كيف سمعها. عندما نراه يتكلم ببطء، وعندما نرى أن كلماته أحيانا لا تعبر بالضبط عما يريده أن يقول كما في هذا الفيديو. وهو ما يأتي بنا إلى العلامة الأخيرة في تحديد شخصية كيانو، وهي العلامة التي ذكرتها في البداية، وهي طريقته في استخدام عيناه. وبالرجوع إلى الحديث عن علم البرمجة اللغوية العصبية، فإن اتجاه حركة العين يكون دائما علامة على الحالة التي تكون عليها. وكما يوضح هذا الشكل فإن الأسهم تشير إلى الاتجاه الذي ستنظر إليه عيناك في كل حالة نفسية تكون عليها. وعليه نرى أن اتجاه العين للأسفل وإلى اليمين يشير دائما إلى تواجدك نفسيا في منطقة الحركة. ولقد كان هذا التوضيح الذي تقدمت به هنا كمقدمة فقط لأوضح سببين. الأول هي أن الناس ذو الكفاءة العالية أو المنفتحين في الاتصال الجماعي يمكنهم بسهولة التعرف على أسلوب الناس من حولهم، ويقومون بتطويع إمكانياتهم التفاعلية للاندماج مع هذا الأسلوب. وثانيا يتضح لنا أن أحد أسباب الإعجاب التي يحظى بها كيانو هو كونه يملك شخصية حركية، والتي تمكنه من قضاء أوقات طويلة يفعل فيها أشياء يحبها. فهو شغوف بركوب الدراجات البخارية ويقوم بأداء الحركات الخطرة بنفسه في أفلامه. ولكن لتوضيح الغرض الأساسي من هذا الفيديو، فإننا نقول أنه إذا ما رأيت أحد الأشخاص يمتلئ بالحركة فيجب عليك أن تقضي معه فترات أطول في أثناء قيامه بأي نشاط، حيث أن لذلك تأثير جيد كبير على طبيعتك حتى وإن كان الكلام بينكما سيكون قليل. وبالتبعية فإذا كنت من هؤلاء الناس الذين يتميزون بأسلوب حركي وكنت ترغب في الحصول على أصدقاء كثر، فلا تذهب إلى النوادي وحفلات العشاء والمناسبات الرسمية، ولكن اختلط بتلك المجموعات التي تكون الأنشطة الحركية هي أساس ترابطها الاجتماعي. There's so many things in life we're losing a kind of materiality, a haptic quality, a contact. ويكفي الحديث عند هذا الحد، ولنتجه الآن إلى الشيء الأكثر أهمية على الإطلاق والذي يميز كيانو ويجعله كيانو الذي نعرفه، ألا وهو شخصيته. من الواضح أنني لا أعرفه على المستوى الشخصي، ولكن ما يقوله عن أصدقائه وزملائه أنه شخص كريم جدا. ولنرى ما فعله من أجل طاقم العمل الذي عمل معهم في فيلم ماتريكس الجزء الثاني. He managed to secure 12 custom Harley Davidsons for each of the guys and kind of surprised the whole crew with that. وربما لن يبهرك ذلك كثيرا لأن كيانو يمتلك الكثير من المال، ولكن ما قد يبهرك حقا هو كرمه بوقته، أي بالوقت الذي يخصصه لغيره من الناس، وتفاعله مع المعجبين بشكل لا يشعرهم إطلاقا بأنهم يقومون بتعطيله. ولقد كان هذا الشخص الوحيد الذي توقف في منتصف الطريق لأوكتافيا سبنسر ليساعدها عندما تعطلت سيارتها. هو لم يعرف من تكون هي، ولكنه قرر التوقف لمساعدة شخص تعطل في الطريق بينما مر الناس الآخرين من حولها دون توقف. My car broke down at the middle of the crazy intersection at sunset and until Keanu Reeves. He did. I was going to have him, you know, get in and I was going to push it. And he was like, no, I'm going to push you. And I'm thinking, oh, he's going to touch my car. ولا يخلو الانترنت مطلقا من لقطات لكيانو وهو يجالس احد المشردين في الشارع او وهو يتكلم مع المسافرين في احد المرات عندما مرت الطائرة بحالة هبوط اضطراري
واضطر الركاب إلى استخدام سيارات للانتقال. وعندها قام بتسلية المسافرين عن طريق قراءة معلومات عن باركس فيلد. Making it the ninth most populous city in California and the 52nd most populous city in the nation. أعتقد بأن معظم الناس الغير منفتحين ليس لأنهم لا يعرفون كيف يكونوا منفتحين، ولكن لأنهم يخافون من أن يكونوا كذلك. إن التعامل مع الأغراب وخاصة هؤلاء الذين يطلبون منك أو يحتاجون منك شيء قد يكون مقلقا وأحيانا مخيفا. وبالرغم من وجود الكثير من الناس الذين قد يطلبون من كيانو الكثير من وقته وماله ومجهوده، إلا أن كيانو لديه من التعاطف ربما أكثر من أي شخص آخر. دعنا نكون واقعيين أكثر، فمعظم الناس لا يتوقفون في منتصف الطريق لمساعدة شخص تعطلت سيارته أو يجلسون مع المشردين، إلا أنه يحصل الكثير من الانتباه أثناء خطاباته العامة. إن رغبته في العطاء هي التي تجلب لها الكثير من الإعجاب في خطبه، حتى وإن كانت كاريزمته أو كفاءته في التحدث إلى العامة ليست بتلك الكفاءة. فإذا بدأت في تنمية شخصيتك لتكون مثل كيانو، فإنك تحتاج لتكون أكثر عطاء. عندما نرى كيانو يفعل ذلك، فهذا لأنه ببساطة عارف ما هو الشيء الذي لا يهم، وهو لا يهتم بكثير من الأشياء التي تهم الآخرين. ببساطة نستطيع أن نقول أنه قد حدد بنفسه الأشياء الغير مهمة له. فإذا رأيناه في لقطة مع بعض الجراء الصغيرة وهي تلعب في رباط حذائه، فنراه بدلا من أن يحافظ على ملابسه ومظهره الأنيق، نراه ينساب مع تيار الموقف. Say hi, communicate. All right, we're good. And you're eating my shoelace. Okay, go ahead, eat my shoelace. فإذا كنت مهتما بتنمية شخصيتك لتكون بها الكثير من تلك الصفات، فيجب عليك أن تكون أكثر تعاطفا وأكثر كرما، والأهم من ذلك أن تعرف تلك الأشياء التي لا تهمك ولا تؤثر على فهمك لنفسك من تلك الأشياء التي قد تفعل ذلك. فلا يجب عليك أن تحدد أولويات لكل شيء في حياتك. والميزة العظيمة التي تتلقاها تبعا لذلك عندما تتخلى عن الاهتمام بأسماء العلامات التجارية الشهيرة التي يحتوي عليها دولاب ملابسك، أو عندما تتابع أحد عبر حسابه الإلكتروني، أو عندما يقترب دخلك من دخل أقرانك، فإنك بذلك تخلي المزيد من المساحة في حياتك لتقوم بعمل أشياء أكثر تجعل الناس من حولك فعلا سعداء بحق، سواء في علاقاتك أو في مجال عملك. وعندها سوف ترى نفسك تقلل من التفكير في نفسك بدون أن تقلل من نفسك. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. وعندها ربما تبدأ شخصيتك في التشكل لتشبه شخصية كيانو. وللعلم فإنه أثناء تسجيلي لهذه الحلقة أيضا لاحظت أن بيكي باي قد قام أيضا بعمل مقطع عن كيانو ولقد أنهاه بتلك الكلمات. So in the spirit of Keanu Reeves and making this video, I wanted to donate all the profit that this video makes to the Leukemia Research Foundation. وانعكاسا لهذا الموضوع وبعد إعداد هذا الفيديو وبحث في حياة كيانو ريفز والذي استمر لمدة أسبوع كامل، فلقد ألهمني ذلك لأقوم بعمل شيء هام كنت أنوي عمله من فترة طويلة، ولكني لم أكن لأجد له الوقت المناسب. لقد أقنعني بحثي في حياة كيانو وتأثري بكرمه وتعاطفه، وكذلك قرار كيري باي بالتبرع، وعليه فقد قررنا التبرع بمبلغ $100,000 لصالح حملة مياه شرب نظيفة، وسوف يعني لنا الكثير إذا شاركت أنت معنا في ذلك. وللعلم لم أكن أبدا لأقوم بعمل هذا التبرع لولا وجودكم. فإذا كنت من متابعين القناة أو كنت من رواد جماعة كاريزما، فأنت سبب في تواجد كاريزما في هذه الحياة. وكما قالها كيانو من قبل، ما كنا لنكون موجودون هنا أبدا بدون معجبينا. فإني أشكركم جزيل الشكر المؤكد، لأنه بسببكم قد تم تغيير حياة أكثر من 3,000 شخص إلى حياة أخرى عندما وصلت إليهم مياه نظيفة. إن حملة مياه نظيفة تعني بتوصيل المياه النظيفة إلى من لا يملكونها. بعض هؤلاء الناس قد يسيرون أميالا كل يوم من أجل الحصول على بعض الكميات القليلة جدا من المياه التي قد تكون صالحة للشرب أو قد لا تكون، وقد تجعلهم عرضة للمرض أو الموت غالبا. وعليه فقد قمنا بحملة تبرعات وقمنا بجمع هذا المبلغ من المال للمساعدة، وإن أول $100,000 قد أصبحت موجودة.
وإذا استلهمتك شخصية كيانو أو بيتي باي أو بنا أو بهؤلاء الأشخاص الذين ستتغير حياتهم بسبب مشاركتك فلتشاركنا بتبرعك. إن مبلغ $30 تكفي لتوصيل مياه نظيفة لشخص واحد لمدة 10 أعوام كاملة. وللحقيقة فإن أي مبلغ ولو زهيد سيصنع فرقا، بالتأكيد سيصنع فرقا. أشكركم جميعا وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو وأراكم في الفيديو القادم.